السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي تلاميذ سنة ثالثة إعدادي مسلك عام، مرحبا بكم. في هذا الفيديو غادي نديرو تصحيح ديال الامتحان الجهوي، دونك جهاد مراكش أسفي دورة يونيو 2016. يعني غادي نديرو في الجزء الأول، يعني المكون الأول اللي هو استرداد المعارف. إذا غادي نبداو بالسؤال الأول: أجب بكتابة صحيح أو خطأ في الخانة المتواجدة أمام كل اقتراح. ألف: يتكون الجهاز العصبي من الدماغ والنخاع الشوكي والأعصاب. يعني كلكم قريتوا الجهاز العصبي، إذن الدماغ والنخاع الشوكي والأعصاب هذو إذن من المكونات ديالاش الجهاز العصبي، إذن هذا الاقتراح فهو صحيح. يتطلب التقلص العضلي توفر الجليكوز وثنائي أكسيد الكربون. إذن التقلص العضلي كيطلب طاقة، الطاقة كيتم يعني الإنتاج ديالها انطلاقا من الجليكوز وثنائي الأكسجين، يعني وليس ثنائي أكسيد الكربون. إذن فهذا الاقتراح هذا فهو خاطئ. جيم يعتبر الليف العضلي الوحدة البنيوية والوظيفية النسيج العضلي. إذن النسيج العضلي كيتكون من مجموعة من الألياف العضلية، والليف العضلي لقينا عندنا من حيث البنية فهو يعني أصغر وحدة بنيوية، كذلك الوظيفة اللي مسؤول عليها اللي هي التقلص العضلي. إذا هو كيتعتبر الوحدة البنيوية والوظيفية النسيج العضلي، إذا صحيح. دال: يحتوي النسيج العضلي على شعيرات دموية وألياف عصبية. إذا لرجعتوا الملاحظة ديال المقطع العرضي ديال يعني العضلة، كنلقاو بأنها كتكون محوزة من الألياف العضلية، وكيحيطوا بها يعني واحد النسيج ضام اللي فيه شعيرات دموية وألياف عصبية. إذن هذا الاقتراح فهو صحيح. شوفوا دونك السؤال الآخر: تمثل الوثيقة واحد العناصر المتدخلة في انعكاس شوكي. ثانيا: حدد دور كل عنصر من العناصر المشار إليها بسهم على الوثيقة. إذن هنايا الوثيقة واحد، إذن عندنا هذوما العناصر رقم واحد اثنان ثلاثة أربعة وخمسة. إذا بداو رقم واحد، هنايا عندنا الجلد كاين مهيج، إذا الجلد هذا شكي تعتبر دونك فيه مستقبلات حسية. إذا العنصر اللي كيتدخل هنايا إذا هو مستقبلات حسية مقصود بها في الجلد، إذا مستقبل حسي. رقم اثنان دونك هذا ليف عصبي اللي كينطلق من المستقبلات الحسية في اتجاه النخاع الشوكي مرورا بالجدر الخلفي ديال النخاع الشوكي. إذا هذا ليف عصبي حسي، إذا هو موصل حسي. ثم عندنا النخاع الشوكي اللي كيتعتبر مركز انعكاس، اذا هو يعني مركز عصبي. ثالثا مركز عصبي. رابعا هذا دونك ليف عصبي حركي اللي جاي من النخاع الشوكي في اتجاه العضله مرورا بطبيعه الحال من الجدر يعني الامامي، اذا هذا يعتبر موصل حركي. ثم العضله اللي كتستجيب للسياره العصبيه الحركيه، اذا هي مستجيب حركي. إذن هذو هما العناصر اللي كيتدخلوا في الانعكاس الشوكي. ثالثا أربط على الشكل زوج كل عنصر من المجموعة واحد بما يناسبه من المجموعة الثانية. إذن المجموعة واحد المجموعة الثانية، دونك واحد فيها مضاد حيوي، خلية بدينة، بكتيريا ممرضة، حمى في اي اش. إذن هادو كاين اللي ماشي كلش يقراهم بالنسبة لهاد السنة: مضاد حيوي، خلية بدينة. إذا هاد نبداو بعدا بهاد جوج لي شاطولنا غادي نعرفو يعني شنا هما الإجابة المناسبة لهم. إذا نشوفو ثلاثة: بكتيريا ممرضة، أشنو اللي كيناسبها هنا؟ دونك تدمير الكريات اللمفاوية تي، إفراز الهيستامين، إيقاف تكاثر البكتيريا، وإفراز السمين. إذا البكتيريا الممرضة شنا من الخاصية ديالها؟ إفراز السمين. إذا ثلاثة غادي تكون معدل. حمى ديال في اي اش كذلك ماشي كلشي يعني شافها هاد السنة، ففقط غادي نتكلمو عليها بسرعة. فهي يعني كتستهدف، لأن كيف ما شفنا قرينا على الفيروسات بأنهم يعني كيتطفلو على الخلايا وكيتكاثرو داخل الخلايا. إذا هادي الحمى ديال في اي اش اللي هو كيسبب السيدا، دونك هاد الفيروس اللي كيسبب السيدا إذا هو كيستهدف الكريات اللمفاوية، إذا كيقوم بمادة تدمير الكريات اللمفاوية. إذا بالنسبة ألف هو الجواب ديالو. الخلية البدينة كذلك غادي تقراوها يعني في الاستجابة الأراجية يعني الحساسية. إذا هاد الخلية البدينة اللي كيميزها هو الإفراز ديالها ديال واحد المادة اللي هي الهيستامين اللي كتسبب الأعراض
يعني ديال هاد الأرجية أو الحساسية. إذن الجواب بالنسبة للخلية بدينا إفراز الهيستامين يعني باء، وكيبقى لنا مضاد حيوي. إذا المضاد الحيوي الدور ديالو إيقاف تكاثر البكتيريا، ورفتنا يعني تكلمنا عليه في يعني الأصناف ديال الجراثيم. إذا الجواب غادي يكون بهذا الشكل، إذا الرقم واحد جيم، ثم اثنان باء، ثلاثة دال، وأربعة ألف. السؤال الرابع، إملاء الفراغات بما يناسب المصطلحات التالية: مضادات الأجسام، البلعاميات، فورية، الأجسام الغريبة، البلعامة. إذا قال لك تعتبر آلية دفاعية غير نوعية، شكون هي اللي غادي تعتبر آلية دفاعية غير نوعية؟ إذا قرينا هاد المصطلحات بطبيعة الحال غادي نلقاو يعني الآلية الدفاعية غير نوعية هي البلعامة. إذا تعتبر البلعامة آلية دفاعية غير نوعية وكتنا غير نوعية، وقرينا بأنها كذلك فورية. يعني فورية لماذا؟ لأنها كتتم بواسطة يعني كريات تجري بشكل مستمر في الدم، وكتتم يعني فورا دخول مولد المضاد أو الجرثوم بصفة عامة. دونك تتم بواسطة شكون اللي كيقوم بهاد البلعامة؟ إذا مشات البلعامة ومشات يعني فورية، شبقى لنا الأجسام الغريبة ومضادات الأجسام والبلعاميات. إذا تتم بواسطة البلعاميات، هما اللي كيقوموا بظاهرة البلعامة التي تقوم بابتلاع وتحطيم ماذا؟ أش كتحطم لنا؟ الأجسام الغريبة يعني مولدات المضاد، وهي استجابة مناعية طبيعية. إذن هذا هما المصطلحات اللي كيناسبوا باش نحصلوا على واحد النص علمي اللي يعني منطقي. إذن إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. غادي نتوقفوا يعني في المكون الأول، ونكملوا إن شاء الله فيديو آخر المكون الثاني، الاستدلال العلمي والتواصل الكتابي والبياني. يعني شكرا على انتباهكم، ولا فيديوهات أخرى إن شاء الله. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت.